مساء الخير واهلا بكم مره تانيه. لسه مكملين حلقتنا النهارده في اسر الكلام. هذه الفقره بالنسبه لي حاجه من الحاجات اللي تخليك تقدمها وانت بتضحك. لما بروح المستشفى او لما رحت مستشفى 57 53، لما بقرا اي خبر بقف دايما عند ان احنا مش بنتكلم على مستشفى، انا بتكلم عن حلم، عن امل. وبقول دايما اي واحد في مصر عاوز يتعالج مش بس من السرطان، ده عاوز يتعالج من الاحباط والياس والاحساس بالعجز او الضعف، يروح 57 53 ويعرف انه مصر بتقدر وان هو يقدر. مستشفى 57 مش بس مكان بالنسبه لي علاج السرطان، هو صرح كبير جدا بيدل على قدره هذه البلد وعلى هذا الوطن وعلى الناس والعقول اللي موجوده فيه. بشكل شخصي انا سعيد جدا مشرفني في هذه الفقره الدكتور شريف ابو النجا، رئيس تنفيذي لمجموعه 57 53 ومدير مستشفى عام سرطان الاطفال. اهلا وسهلا بك يا دكتور، نورت. والمهندس لطفي البدراوي، رئيس مجلس اداره جمعيه اصدقاء المبادره القوميه ضد السرطان. اهلا وسهلا بك يا باشمهندس، منورنا. وفقره للامل بقى، واول حاجه عشان نتكلم فيها في الامل، انا عاوز بس اقول للناس نسبه الشفاء وصلت لحد كام بنحتفل بيها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو نسبة الشفاء في أمريكا وأوروبا 80-85%. احنا وصلنا دلوقتي الحمد لله 74.8%، وإن شاء الله هنوصل قدهم إن شاء الله، يمكن قبل آخر السنة دي. وبنحاول نبذل قصارى جهدنا إن احنا نحافظ على حياة كل طفل مريض بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والعلم. يعني أنا بكلم حضرتك، أنت احنا طول الوقت دايما في أي تصنيف في الدنيا موجودين في الديل. لو حضرتك بتكلمني على 74%، يعني قدامنا 6%، يعني احنا تقريبا قريبين جدا من الناس اللي احنا بنقول في اوروبا والدول المتقدمه. ازاي المستشفى وصلت لهذا المكان؟ ازاي وصلنا لهذا المكان؟ لان انا عارف ان حضرتك عندك منظومه كده طول الوقت بتتكلم فيها تخص العلم وتخص التطوير وتخص منهج في الشغل مختلف عن اللي بيحصل في مصر. هي صناعه الطب. هو احنا مش واخدين الطب ان هو دكتور وممرضه احنا منظومة علاجية كاملة. الدكتور والممرضة والصيدلي والاخصائي الاجتماعي والراجل الجميل اللي بينظف اللي بنسميهم العمود من الاعمدة، وهم الناس. في عمود تاني هو البروسس او المنهجية اللي احنا ماشيين عليها في ادائنا، شكلها ايه. والحاجة التالتة هي الهيكل التنظيمي. التلاتة دولت بيرموا مع بعض بمنظومة واحدة عشان نطلع نعمل استراتيجية العلاج بتاعتنا واستراتيجية الأداء بتاعتنا. وأهم من ده وده فوقيها هو الهدف. إحنا بنعمل كده ليه؟ طول ما أنت بتعمل كده وأنت بتعمله من جواك وأنت شايف ابنك قدامك، وأنت مش بس شايف ابنك قدامك، ما إحنا المنظومة الصحية دي إحنا كلنا واقعين فيها. ذوقي، هو مين فينا ما بيحتاجش مستشفى؟ مين فينا لا قدر الله مش متوقع ان هو في اي وقت هو او اولاده او احفاده او ليه؟ احنا مستوعبين المنظومه الطبيه كويس قوي. فاحنا بنقول احنا في 57 احنا ما بنعالجش مجموعه اطفال بس عندهم سرطان، احنا بنعالج منظومه كامله متكامله على بعضيها. بنقول الناس زي ما حضرتك ابتديت في الكلام، احنا نقدر باخلاصنا تاني ربنا وبالعلم. العلم مش في الطب بس، العلم في الاداره، العلم في نظم الاي تي تكنولوجي او المنظومه الالكترونيه اللي احنا بنشتغل بيها، العلم في المخازن. تصدق بقى ان العلم في المخازن، احنا لسه من يومين كان عندنا مشكله في المخازن، والله العظيم احنا حليناها بالعلم. النهارده الناس بتعمل ابحاث ازاي المخزن بتاعك يبقى مرن وسريع ونظيف وما يعملش مشاكل. ممكن مخزن من المخازن بتاعك يعمل لك كارثه في حياتك. فما كنتش مصحصح لكل حاجه في المنظومه بتاعتك، المنظومه ما بتنفعش. صحيح. مهندس لطفي، قبل ما تطلع مستشفى 57 53 كان الكلام على الاورام السرطانيه في مصر بالنسبه لبعض الناس شبح، انه خلاص كده جاله المرض الوحش وراح وانتهى ومفيش اي حاجه هتحصل، وروح بقى معهد الاورام اللي كان حاجه متهالكه. ثم فجاه تحول الموضوع بعد 57 53 الى انه في منظومه علميه. هذا الصرح فرق ازاي مع رؤية الناس للمرض ورؤية الناس للعلاج وفكرة البحث العلمي؟ الحقيقة كلام حضرتك مظبوط. احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وجود مستشفى 57 53 في مصر حول الكابوس اللي كان عند المصريين، وبالذات لأن المرض ده لما بيصيب الأطفال بيبقى الموضوع أصعب من لما يصيب الكبار.
منظومة العلم والعمل والأمل اللي موجودة في المستشفى دي غيرت الرؤية. احنا في جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان احنا بنفخر بحاجة، احنا بنات مستشفى 57 357، حطينا البذرة وساعدنا في نموها وحاولنا ان هي تكبر وما زلنا. وبعدين الجمعية دورها كبر وتطور، ما بقاش بس مستشفى 57، لا احنا بفضل ربنا بقينا بنساعد معهد الأورام كمان، بقينا بنساعد في تطوير حاجات كتيرة غير المنظومة الطبية، بس احنا بقينا بنساعد في تطوير العملية التعليمية في مصر كلها. ما بقاش دورنا قاصر على المستشفى، احنا بنوسع دورنا، بنحاول ان هو يمتد، وزي ما حطينا امل في المستشفى بنحاول ان الامل ده يمتد، الامل ده يبقى موجود في مصر كلها مش في المستشفى بس. صحيح، حتى ببرامج التوعية اللي بتحصل الفترة الاخيرة، والدكتور شريف الحقيقة انا شفت عرض مبهر جدا للحاجات اللي كانت بتعمل. طول وقت الناس بتعامل مع انه المستشفى دي اتبنت بفلوس المصريين، اتبنت طول وقت بانه من يعني واحنا صغيرين كده طلعونا من المدرسه عشان نحط جنيه، ما كناش متخيلين ان انا هقف في يوم بعد 10 15 سنه واشوف الجنيه اللي انا حطيته هناك ده بقى الصرح الكبير ده. الناس دلوقتي نقول لها معلومات ايه؟ في كم سرير في المستشفى؟ خيالنا رايح فين الفتره الجايه؟ بنعمل ايه؟ ايه اللي بنعمل؟ ايه اللي مستشفى 57 بتقدمه لمصر الفتره دي؟ عارف يا تسوي، مستشفى 57 انا دايما لما بفكر فيها انا بقول عليها انجي بتاعتي. عارف انجي بتاعت علي هي اجمل حاجه من انجي بتاعت كلنا علي. كل واحد بيسميها اسمه وهي دي منظومه الحب. عارف الافكار الابيض واسود بتاعت زمان اللي فيها القيم والاخلاق والحاجات الجميله اللي انت كنت عايز تشوفها هي 57. كنت شايف الحوار اللي انت عامله في قبل ده عشان المشكله اللي حاصله في الصعيد. عايز اقول لك ان احنا عندنا كنيسه في المستشفى من بدايه المستشفى، كنيسه هنا والجامعه هنا. صحيح، كل الناس من حقها انها تعبد ربنا. لسه كنت ببص كده على فيسبوك قبل ما اخش فلقيت حد كاتب يقول يا رب ما يجيبوش شيخ بيحضن قسيس. حقيقي هي العمليه مش شيخ بيحضن، وان احنا وقت الازمات واحد بتعمل. عايز احكي لك حكايه، كنت مسافر امريكا من شهر ونص كده وكنا عازمين الانبا تاودروس ان هو يجي يزور المستشفى. منتهى الذوق والادب بسيط، احنا عزمناه كذا مره، لقيناه بيتصل في التليفون وبيقول انا متاسف مش قادر اجي، ممكن تبعتوا لي الكاميرا بتاعتكم عشان انا بحبكم قوي وولادي بيتعالجوا هناك المسلمين والمسيحيين، ممكن تيجوا تبعتوا لي الكاميرا عشان انا عايز اساعدكم في ان انتوا تجيبوا فلوس. في منتهى الذوق والتواضع، راجل عالم وراجل جميل. قبل ما اخش والله العظيم كنا قاعدين بنتعشى و لقيت ابونا بوريس ده انا اعرفه، هو زملي هو صاحبي جدا، هو كان مدرس تخدير، بيكلمني بيقول لي شريف انت فين؟ ازيك وعامل ايه؟ هو كان مدرس تخدير وراجل جميل وعظيم هو كمان. فبقول له انت مش جاي بقى ولا جاي؟ قال لي انا بجهز ومجهز الناس عشان يجي نعرق الزينه بتاعت رمضان. احنا مش عاملينها عشان نطلع نقول احنا مش بنزيط، ده حقهم. صحيح. حقهم علينا وحقنا عليهم وحق الناس. انا لما بحس ان احنا في بعض الاحيان بنتكلم عن الموضوع، فهي دي 57 بتقدم نموذج ان 100% من اللي بيشتغلوا في مستشفى مصريين، وان كنا بنتصل باكبر الشركات العالميه بناخد منها احسن تكنولوجي. احنا بنشتغل مع 6 جامعات امريكاني ومش بنشتغل معاهم، احنا عندنا شهاده مع جامعه هارفارد، كليه بوسطن ده انا في اكبر، عاملين شهاده 3 سنين 24 شهر هنا و6 شهور هناك، وبيجوا يدرسوا كل شهرين، وبنبعت الطلبه بتوعنا هناك وبيتعلموا. بنعمل دلوقتي ماجستير مع جامعه ميريلاند في الصيدله الاكلينيكيه. احنا بنتحرك لقدام، بنتحرك لقدام في العلم، وبنتحرك لقدام في 57 ان احنا بنجيب احدث اجهزه في العالم. انت بتتكلم على مستشفى بتقول لي حجمها قد ايه؟ 320 سرير، اكبر مستشفى سرطان اطفال في العالم. ال 320 سرير دلوقتي مش عدد العيانين اللي بيتعالجوا. انا عندي مثلا، انت حضرتك جيت مره مستشفى السنه اللي فاتت وشفت في مكان بنعالج فيه الاطفال علاج اليوم الواحد. انا عندي 500 او 600 عيان غير ال 320 بيتعالجوا كل يوم، غير ان في عيانين بيتابعوا. انا عندي اكتر من 17,000 عيان خفوا وبيتابعوا. فهي منظومه ديناميكيه متكامله، مش بتدي بس. انت بتقول انا بدي 320 سرير، لا احنا بندي مثلا في الجوده. حضرتك نفسي تيجي تتفرج على اسم الجوده عندنا، ازاي بنشتغل عشان نقلل عدد الايام اللي بيقعدها العيان عشان اقدر ادخل عيانين اكتر، ازاي بنقلل العدوى وازاي بنعمل مكافحه العدوى. عملنا حاجه جميله قوي في الفتره الاخرانيه،
اما جعانين جايين بيطلعوا ينزلوا، عملنا عيادات جديده في الدور الثالث و60 سرير جداد، فالاسانسيرات بقى عليها ضغط جامد قوي. فحطينا ساينز على الاسانسيرات، بعرف عصام ومصباح، ونقول للناس لو سمحت اركب الاسانسير، اركب روح اركب، ما تركبش الاسانسير وروح السجن، لو صحتك كويسه خلي صحتك تبقى احسن. وحطينا على القايمه بتاعت السجن كل سجن اغنيه، الاغنيه دي بصينا هنا حقيقي وجع، انا سبتهم يعملوه، لقيت كل الاغاني ايه؟ اغاني وطنيه. بنقول له انت طلعت السجنتين جولك فقدت كام كالوري؟ امبارح وانا كنت في المستشفى والله العظيم كان قلبي بيتنطط من الفرح. كان كوريير الحربيه عندنا بيزينوا مستشفى الطلبه، وجاي مدير الكوريير الحربيه بنفسه طلع على السلم وقف زين، وجنبه خمس مدارس كله قاعد بيركب الزينه وبيشتغلوا. النهارده كان عندنا المجموعه بتاعت البي ار بي اللي هي برنامج التاهيل الرئاسي، واتكلمنا معاهم النهارده وقدمنا لهم، اضفنا لهم ايه؟ اضفنا لهم اضافه لذيذه جدا، كنا بنديهم محاضره في البيزنس في الاستراتيجيه، وفي نفس الوقت قصه المستشفى ازاي تربط قصه قوة الحكاية، قوة ان انت ما بتتكلمش عن حاجة مش موجودة. فالحقيقة 57 مثلا احنا عايز اقول لك هي مش حدوتة مستشفى، هي حدوتة بلد الحقيقة. حدوتة مثلا انا عايز اقول لك حاجة وانا المفروض اقولها، انا بشتغل مع الباشمهندس لطفي، الباشمهندس لطفي من طبقة رجال الاعمال الجميلة الوطنيين، هو عنده مصنع دهانات، فاحنا هو اساسا مع ماجستير في التخصص بتاع الكيمياء وبياخد الدكتوراه بتاعته دلوقتي من امريكا. عارف ان احنا بنشتغل معاهم بننتج بويه مخصوصه عشان المستشفيات؟ بويه مضاده للبكتيريا، هو بيتكلم عن ده في البحث العلمي. على فكره هو عنده هو 240 واحد بيشتغل في البحث العلمي. ده فعلا دور يا جماعه، كان دور غايب جدا الناس تعرفه عن المستشفى. المستشفى مش بس بتعالج الناس، المستشفى بتعمل بحث علمي، يعني هي في حد ذاتها منظومه متكامله نتمنى ان احنا نشوفها في التعليم المصري. ايه حكايه البويه دي بقى؟ والله احنا الـ يعني زي ما سألتك قلت كده، هي المستشفى هي عينه من مصر فيها كل حاجه حلوه في مصر. هي عينه حلوه مصر عينة. هي مصر حلوه الحمد لله يعني، فهي وفيها احلى ما في مصر، وفيها الصوره الحلوه اللي احنا نفسنا نشوفها. فالمستشفى دي منظومه طبيه وفيها منظومه اداريه والى اخره، وبنعمل حاجه هي تكامل ما بين الصناعه والعلم والطب والانسانيه. انا راجل متخصص في صناعه البويات، عندي درجات علميه فيها، وعندي شركه من اكبر الشركات اللي بتشتغل في هذا المجال. وعملنا مشروع بحثي مع مستشفى 57 357، ومع اكبر الشركات العالميه اللي شغاله في مجال الكيماويات، ووصلنا الى بويه هيبقى ده اول تطبيق ليها في، مش عايز اقول في مصر بس، ده يمكن يعني يمكن يبقى اول تطبيق نقول بره امريكا واوروبا. نتكلم على اول تطبيق في يعني اسيا انكلودد، ده هيبقى اول تطبيق ما اتعملش قبل كده هناك. بنعمل بويات بتقاوم البكتيريا وبتقاوم الميكروبات وبتقاوم الجراثيم، مما بيؤدي الى الحفاظ على حياه ابنائنا اللي مناعتهم ضعيفه جدا في مستشفى 57 تحديدا، ولكن هذا يصلح لجميع المنشات الطبيه اللي بيكون فيها مرضى عندهم معرضين للعدوى اكتر من الصوره الطبيعيه. ومش بس كده، احنا نفس البويه دي عملنا فيها حاجه جديده، يبقى هتبقى جديده خالص يعني يمكن من اوائل الناس اللي هتطبق فيها في العالم، هي مستشفى 57، اننا بننقي الجو من المواد المسببه للسرطان واللي بتعمل اريتيشن حساسيه وازعاج للمرضى وللبني ادم الطبيعي. فحضرتك بتشوف كده التكامل اللي حاصل جوه المستشفى دي، ان هي بقت عينه جميله من مصر، موديل في تكامل ما بين العلم والبحث والطب والانسانيه وكل حاجه. اذا زي ما قلت لحضراتكم، موضوع في 57 357 مش مجرد سراير ولا مستشفى بتعالج مرضى، احنا بنتكلم عن منظومه بحث علمي، منظومه اجتماعيه كامله متكامله. نتمنى يا رب انه تمتد الامور فيها الى مصر كلها وربوع مصر كلها. نروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم على جزئيه مهمه جدا تخص المستقبل والامتدادات الجديده، ونتكلم كمان على فكره المواطن المصري اللي في يوم من الايام حلم حط تبرع قد يظن ان هو قد يذهب هباء، وفجاه لقى هذا الحلم واقع قدامه. فاصل ونرجع نكمل مع الامل و 57 357. اهلا بكم مره تانية، انا متحيز وبقول لسه مكملين مع الحلم الوحيد في السنين الاخيره اللي تحول بقى واقع ملموس على الارض،
والحلم لسه مستمر، وعشان كده لازم اسال دكتور شريف ابو النجا على التوسعات الجديده في مستشفى 57. طب ما تسال باشمهندس لطفي حضرتك. هو اسال باشمهندس لطفي، اسال باشمهندس هو اللي بيدفع فلوس التوسعات حضرتك. بما ان حضرتك بتاع الفلوس يبقى اخبار التوسعات ايه؟ اخبار التوسعات ان شاء الله هتكون اخبار جميله لكل المصريين باذن الله. احنا في جمعيه اصدقاء المبادره القوميه ضد السرطان في جزء كبير من العبء المادي، او انا اقدر اسميه بشكل اخر اسميه الشرف المادي بتاع اننا بندفع فلوس من الجمعيه علشان نبني بقيه الحلم بتاعنا. احنا حاليا 57 هي اكبر مستشفى لعلاج سرطان اطفال في العالم. بعد التوسعات الجديده ان شاء الله هتبقى اكبر صرح متكامل علمي تعليمي طبي لمكافحه السرطان وليس لعلاجه فقط. احنا مش هنبقى بنعالج بس، احنا هنبقى بنعالج وبنعمل بحوث تمنع الاصابه وتساعد على سرعه الشفاء وسرعه العلاج ودقه العلاج وتجنب المرض و يعني ضبط الادويه والجرعات اللي بتتاخد للمرضى على الجينات بتاعه المصريين. مش هناخد الحاجه العامه اللي بتحط طرق العلاج والاساليب بتاعتها في اوروبا وفي امريكا على الجينات بتاعتهم ونيجي نطبقها عندنا، لا ده احنا هنعمل ما هو اكثر دقه ويؤدي من العلم بتاعنا، من العلم بتاعنا وعلى الجينات بتاعتنا وبالجرعات المناسبه الكافيه اللي بس تؤدي لقتل السرطان والحفاظ على بقيه الجسم. فالتوسعات دي مش توسعات بس في عدد السراير وزياده في عدد السراير. في السراير وايه تاني؟ احنا ان شاء الله هنتضاعف، يعني من 320 ان شاء الله هنعمل 320 سرير جداد. ده بالنسبه للسراير. ده بالنسبه بقى لمركز بحث جديد بيتعمل اكاديميه علميه كامله، بيتعمل مراكز متخصصه، بيتعمل عيادات خارجيه تتسع لعلاج المرضى. المشكله في علاج مرض السرطان ربنا يحمي الكل ويحفظهم، المريض بعد ما يخف بيفضل بيجي وبيتابع. فانا لما اقول ان انا عالجت 1000 مريض مثلا، انا هم اتعالجوا بس اصبحوا عندي بيقولي السنه اللي ورا عالجت 1000 تانيين، اصبح عندي 2000 مريض بيتابعوا. فالمريض ما بيمشيش، يعني المريض بيخف وبيفضل يرجع لي. فاحنا دايما محتاجين ان نوسع الكاباسيتي بتاعتنا كل ما اشتغلنا، ولذلك احنا محتاجين ان كل المصريين يحسوا ويفهموا ان المشروع ده بتاعهم ويحطوا ايديهم معانا، لاننا ما نقدرش نعمل حاجه لوحدنا. بما ان الدكتور لطفي حضرتك اتكلم عن علاج الجينات وحضرتك المنظومه البحثيه في الطب، اتكلم بقى على المباني، اتكلم باشمهندس اتكلم عن المباني. احنا عملنا تبديل ادوار بس بالظبط. انا كنت متخيل ان هيقول ايه، ان احنا فعلا هنعمل 3 مستشفيات جداد، والثلاث مستشفيات هيبقوا متخصصين جدا، 3 مباني، واحد منهم هيبقى عشان نيورو اونكولوجي او علاج. احنا متميزين جدا سوقي في علاج السرطانات بتاعت المخ. فاحنا بنعمل منظومه كامله متكامله، وابتديناها فعلا في مستشفى موجوده، ان احنا اشترينا مع بنك السي اي بي، جاب لنا جهاز ب 1.8 مليون دولار رنين مغناطيسي جوه اوضه العمليات. احنا نسبه الشفاء عندنا في سرطان المخ اتنقلت من حاجه مش كويسه خالص ل 64% ما شاء الله. عشان نقدر نشوف العلاج بتاع الاورام في المخ بنبقى محتاجين الدول الموجوده، هو مش موجود في ميدل ايست كله ولا في افريقيا. جبنا جهاز الرنين المغناطيسي حطيناه في اوضه العمليات عشان الدكتور وهو بيشتغل بيبقى جايدد بيه في اوضه العمليات، بحيث ان هو يقدر يشوف هو ساب ورم، ان هو ما يعملش مشاكل وهو بيخش في عشان نرفع نسبه الشفاء اكسبكتنج، او احنا متوقعين ان احنا نرفع نسبه الشفاء 92%. فاحنا ماشيين جوه مستشفى بارج ان احنا بنرفع الكفاءه. بنعمل مركز ابحاث 16 دور. مركز ابحاث، ومش مركز ابحاث بس بتاع سرطان، احنا بنعمله في حاجات كتير قوي، ومركز تكنولوجيا. احنا مهتمين جدا يا تسوقي بالتكنولوجيا بتاعت الرعايه الصحيه. في مبدا في الاداره بيقول لا تستطيع اداره ما لا تستطيع حسابه، ولو صحيح. حسبتها صح هتديرها صح. صحيح. ده واحد اسمه بيتر دراكر. فاحنا مثلا المستشفى كلها رقميه، المستشفى كلها ماشيه بالكمبيوتر، فانا قدامي شايف كم واحد دخلوا وكم واحد خفوا وكم واحد والبارامترز بتاعتهم ايه والاشكال بتاعهم ايه، فمن هنا اقدر عمليه البحث العلمي. مفيش بحث علمي من غير ارقام خالص. الحقيقه برضك من الحاجات اللي بتعملها الجمعيه بتاعت المبادره القوميه ضد السرطان، وهي هو ارم بيشتغل في بنى المستشفى بس هو بيشتغل لوحده في الموضوع، ان احنا عندنا تقريبا 61% من الاطفال بتوعنا جايين من الاقاليم والارياف. والحقيقه هم بيتعذبوا جامد قوي في مروحهم جاي، لان هم بيجوا لمده 3 سنين، ممكن يجي 3-4 مرات في الاسبوع، ما بيبقاش محتاج ان هو يتحجز في المستشفى. فبندور على مكان دلوقتي ان شاء الله، وقربنا نلاقينا على محافظه القاهره. هي الحقيقه والله حقيقي على فكره
الناس في البلد لما بيلاقوا حاجه جاده ومخلصه صحيح بتبص محدش بيتاخر يعني صحيح. الحقيقه المنظومه بتاعت محافظه القاهره اثبت لي شرط جديه واخلاص انا معاك لا لا. وبعدين قدام المرض اعتقد ان الناس بتبقى وقدام الجديه زي ما انت بتقول فبنعمل لهم زي فندق متواضع كده جميل ولذيذ بحيث ان هم يروحوا يباتوا فيه علاء السفر. بدل علاء السفر لما يروح ويجي كل يوم يعني في مشكله ثانيه برضك الناس بتكلمنا عنها دايما يقول لك امتى المستشفى بتاعت الصعيد وامتى المستشفى بتاعت الوجه البحري احنا عملنا مستشفى في طنطا الحقيقه علاج السرطان مكلف جدا مكلف جدا من ناحيه البنيه البشريه والبنيه التحتيه بتاعته مكلفه قوي 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 يعني احنا عندنا اجهزه احنا بنشتري جهاز اسمه علاج بروتوني انا مش هقدر اقول لك على الرقم بتاعه عشان نطور الاداء المهني بتاعنا انا ما اقدرش اروح اعمل الحاجات دي في كل حته لكن اقدر اوصل الناس بادميه للمكان ويقدر يبات في فندق كويس قوي فاحنا مثلا حاجات في لسه حقيقي واحده ست مصريه جميله متبرعه لنا بمبنى في المعصره هنعمله مبنى للعلاج التلطيفي هو مستشفى اول مره تتعمل في مصر وبتعملها جمعيه المبادره القوميه ضد السرطان المبنى ده احنا غصب عننا في مجموعه من العيانين ربنا جيد ان هم ما يخفوش هو ربنا عايز كده الناس دول بيتعذبوا قوي ويتألموا قوي لما بنسيبهم في البيت وبيوجعوا الناس اللي حواليهم يعني انا والدتي الله يرحمها الحقيقه انا عانيت معاها في هذا الموضوع بيبقوا محتاجين نوعيه مختلفه من العلاج والتعامل وفي نفس الوقت ما تقدرش تحجز سرير المستشفى مثلا 8 9 شهور لحد انت بتتعامل معاه بالعلاج التلطيفي فهنعمل مستشفى مختلفة تماما مختلفة في شكل مستشفى مختلفة في موضوع ودي موجودة في كل انحاء العالم بحيث ان هو الناس اللي عرفنا ان احنا مش هنقدر نديهم علاج بنبقى واقعيين بنديهم حاجات تانية بنديهم مثلا حاجات روحانية علاج ألم علاج الأعراض علاج الأعراض العيلة كلها بتبقى موجودة جنبه بس العيلة بتبقى موجودة جنبه واحنا كمان موجودين جنبه عشان نشيل ونزيح عنه الموضوع وكل الكلام ده مش هيحصل الا اذا كانوا المصريين موجودين جنب الحلم بتاعهم اللي بدأ من زمان صحيح طيب انا عاوز اقفل مع حضرتك بقصه كده حضرتك قلتها لي بين الفاصل وهذه القصه وهنقفل النهارده انا ما كنتش عايز اقفل والله انا للاسف بس عشان الوقت النهارده كنت بمر في وحده الرجل يوم الواحد فكان معانا الاولاد الجمال بتوع ارجوك اسمعوا دي بس عشان تعرفوا انتوا بتعملوا ايه الاولاد الجمال بتوع على فكره انا مبسوط منهم قوي في المبادره الرئاسيه للتعليم والقياده فكنا منعدين على ولد لذيذ كده قاعد وعنده حاجه من قدام كده وعنده جرح كبير قوي كده انا ما اعرفوش طفل مريض طفل فلقيته بيناديني فرحنا له فبقول له ازيك انت اسمك ايه؟ قال لي اسمه وبعدين بقول له انت في سنه كام؟ قال لي في سته ابتدائي فبقول له انت عندك ايه؟ قال لي انا عندي سرطان قلت له فين؟ قال لي في العمود الفقري قلت له طب ايه الجرح اللي هنا؟ قال لي ما انا كان عندي في العمود الفقري وخدت علاج كيميائي واشعاعي ها وخفيت وبعدين بعد سنه رجع لي تاني في دماغي في مخي. قلت له طب عملت ايه؟ قال لي فتحوهولي وشالوهولي. قلت له طب هيحصل ايه بعد كده؟ قال لي هخف. هبقى من ال 74% ان شاء الله. شفت انت قدرت توصل رساله ازاي للناس؟ اليقين والوعي وعي 74% فقلت له صح فعلا يعني؟ قال لي اه. قال لي باذن الله. فقلت له تاني انت في سنه كام؟ قال لي في سته ابتدائي. فبيقول لي انت شريف ابو النجا؟ قلت له اه. قال لي انا عايز اقول لك حاجه والله العظيم انا متشكر ان انت بنيت لنا المستشفى دي واحنا كمان متشكرين انا رحت جافف والناس كلها راحت جافه وعرفت نعمه ربنا ان هو يستخدمك اذا احب الله عبدا استخدمه صحيح انا بشكر حاجه جدا دكتور شريف ابو النجا الرئيس التنفيذي لمجموعه 57-59 ومدير عام مستشفى سرطان الاطفال 57-59 والمهندس لطفي البدراوي رئيس مجلس اداره جمعيه اصدقاء المبادره القوميه ضد السرطان بشكر حضراتكم على وجودكم معايا وبشكر حضراتكم على انكم حراس لهذا الحلم المصري والاحلام المصريين واعتقد انه مش محتاج تاني اقول لحضراتكم انه تقريبا في السنين الاخيره الحلم الوحيد اللي كان عندنا واصبح واقع بجهودكم وبجهود القائمين عليه من مخلصين ومتطوعين يتحول الواقع هو مستشفى الامل مستشفى سرطان الاطفال 57-57 لسه المشوار طويل والحلم لسه ما انتهاش خلينا ورا احلامنا طالما جاده ومخلصه فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم قصه ولكن من نوع اخر